دمية ساس مسعد الناس. شنو هي القصة ديال هذا المكان؟ يحكى أنه في قديم الزمان كان تاجر لباس عليه، كيخدم الليل والنهار باش يكبر الثروة ديالو، ولكن معروف عليه سقرام، وكان معيش مراته في الجوع والتسقريب، وديما كان محشم بها مع عائلتهم ومعارفهم. واحد النهار قرر التاجر يهاجر لشي بلاد أخرى ما كيعرفو فيها حتى واحد، ويبدأ حياة جديدة في بلاصة جديدة، وباع اللي عنده كامل وحط الفلوس والذهب في 7 ديال الجرات ديال الطين وغطاهم، ومشى كيقلب على أرخص وسيلة للسفر حتى لقى واحد الباطو غادي يخرج للبلاد وتفاهم مع مولاه وخلصوا وعطاه الجرات يحطهم عنده على ما يمشي يجيب مراته. وهو في الطريق عند مراته مات. مشى الباطو بالجرات اللي عامرين بالذهب والفلوس، ومرات التاجر ما عرفت فين مشاو الفلوس، بقات لا فلوس لا رجل، وداس أعوام وماتت غير بالفقصة. أما الباطو رجع وتلاقى مولاه بواحد السيد كان معروف عليه معجاز وكيدوز نهارو غير ناعس، وعود له على الجرات ديال السيد اللي كان قال له أنهم فيهم غير ملحة، وقال لي أنه من داك الوقت وما عندي في الباطو ما عرفت ما ندير بهم، ويقول له المعجاز إلا قمتوك عطاهم لي، وفعلا عطاهم ليه، وقال لي هاك خدهم حسن، كنت غير غادي نلحهم في البحر. وملي رجع المعجاز لعند المرات والدار اكتشفوا بلا الجرات عامرين بالفلوس والذهب وباشي بالملحة، وعاشوا في الخير ديال الراجل اللي كان كيخدم الليل والنهار ويحرم راسه وعائلته من كل شيء باش يجي في الآخر ناعس يعيش على حساب التعس.